الله يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أيها الإخوة الأفاضل، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة. هذه هي انطلاقة شوطنا الثالث ضمن انطلاقات هذه الفترة الصباحية، ومع هذا السن اللقاية من مسافة 5 كيلومترات، ونبدأ ونتعرف وإياكم على مقدمة هذا الشوط. من تحتل المركز الأول هنا تواقة أو توافيق، من تحتل المركز الأول توافيق تعود ملكيتها لعبد الله بن عنزان بن خاتم بن عنزان النعيم. من تتصدر هذه الجموع وتحتل الصدارة تليها على المركز الثاني الفائزة تعود ملكيتها لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل وإياكم إلى المركز الثالث، من تتواجد على المركز الثالث تتقدم فيه هنا تكريم لسعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري. وعلى المركز الرابع تتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات، وصلت على المركز الرابع في هذه اللحظة القدوم من مساحة لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وعلى المركز الخامس تصل هنا على المركز الخامس ناصية تعود ملكيتها لمحمد بن أحمد بن سالم بن هويم العامري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة المتقدمة الأولى في هذا الشوط. تعرفنا على هذه الأسماء، تعرفنا على هذه النجوم المتقدمة في هذه الأثناء وفي هذه الرحلة المميزة. نتابع وإياكم المركز الأول ومقدمة هذا الشوط، القيادة مع توافيق لعبد الله بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي. تليها على المركز الثاني من تتقدم الفائزة لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هنا هذه الثنتين اللي تتقدم مشاهدينا ومتابعينا الكرام هذه الجموع وتتنافس على الأول والمركز الأول. تليها على المركز الثالث أو المركز الثالث هنا القدوم والوصول من تكريم تبحث عن التكريم، تبحث عن المكان الذي يكون فيه التكريم، وهو المكان الأول والمكان المرموق وهو هدف الجميع. تكريم تعود ملكيتها لسعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري. وعلى المركز الرابع الوصول من المركز الرابع من ناصية لمحمد بن أحمد بن سالم بن هويمل العامري. وعلى المركز الخامس يصل هنا شعار الأمبراطور هنا على المركز الخامس في هذه اللحظات العنود لعلي بن فاران بن علي بن حمد بن حمد المري، من يتواجد في هذه اللحظات على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شوط لا يقل إثارة ولا أهمية عن الأشواط الماضية. نتقدم بالتهنية لمالك طماعة مبارك بن سويد مبارك بن سيف بن محمد المنصوري على فوز طماعة وتحقيقها بالمركز الأول في الشوط الأول. كما نهني سهيل بن سعيد بن ذويب العامري على فوز مهاجر بأول المراكز في الشوط الماضي وهو الشوط الأول. نعود وإياكم إلى المقدمة وإلى قيادة هذا الشوط، الصدارة والمقدمة هنا والتغيير مع الفائزة من تحتل القيادة والريادة. هذه الفائزة من تتصدر هذه الجموع وتتصدر هذه الكار المشاركة معها في هذه الرحلة المميزة. يا سلام يا سلام على الفائزة وعلى انطلاقة الفائزة. نعم هذه الفائزة، نعم مشاهدين الكرام، تريد أن تفوز بهذا الشوط. الفائزة يا سلام على الفائزة وعلى تحركاتها. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هو من يمتلك الفائزة. يا سلام
2 كيلو متر على خط النهاية. المركز الثاني أو المركز الثاني نعم، من تتواجد هنا توافيك لعبد الله بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، من يتواجد على المركز الثاني والمركز الثالث؟ القدوم والوصول من تكريم سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري، وعلى المركز الرابع تصل وتتسلل على المركز الرابع من وصلت وتقدمت هنا ناصية لمحمد بن أحمد بن سالم بن هويمل العامري، والمركز الخامس من تتقدم على المركز الخامس. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شقة هذه شقة تتقدم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، غيرت من المركز الخامس إلى المركز الرابع شقة، تعود ملكيتها لناصر بالطوير بن ناصر بالمر العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى تكريم، تكريم غيرت تبحث عن المكان الكريم. يا سلام، الله، 1200 على خط النهاية، يعني ما بقى للقليل. يا سلام، القيادة هنا غيرت، هنا توافيق مع بن عنزان، عبد الله بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي مع توافيق مع الصدارة، توافيق مع المقدمة، ولكن اختلطت الأمور ببعضها. شوف الدخول، شوف التسلل. يا سلام، الله 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 الله، هنا توافيق على المركز الأول، هنا التغيير من قبلها فدا غيرت مشاهدين الكرام من الجانب الأيمن، سعد بن عبيد بن راشد الفهيدة المري. يا سلام، الله، فدا غيرت في هذه اللحظات، غيرت واحتلت المركز الأول. قدوم ووصول في هذه اللحظات مشاهدينا ومتابعين الكرام، هنا من شعار بن قريع. يا سلام، ولكن قدوم كذلك. يا سلام، هنا من تتقدم سوقه راشد بن علي بن راشد الفهيدة المري، هنا تتقدم على المركز الثاني والمركز الثالث. القدوم والوصول هنا من شقة ناصر بالطوير بن ناصر بالمر العامري الناموس، حائر بين هذه الأسماء الثلاثة. يا سلام، المقدمة لازالت مع فدا مع المركز الأول، فدا مع الصدارة وسوقة، سوقة على المركز الثاني وعلى المركز الثالث شقة. يا سلام، تحركت فدا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتحرك وتقادر هذه الجموع، تقادر المنافسات. رقم المحاولة هنا من شقة على المركز الثاني وعلى المركز الأول فدا. يا سلام، فدا وشقة، شقة وفدا، فدا على المركز الأول، فدا على الصدارة مع شعار الفيدة مع المركز الأول. يا سلام، فدا مشاهدينا الكرام، تسجل هذا الشوط باسمها تهانينا والناموس لملكها سعد بن عبيد بن راشد الفهيدة المري. يوم المركز الثاني فوصلت فيه شقة لناصر بالطوير بن ناصر بالمر العامري، يوم المركز الثالث فوصلت على المركز الثالث سوقة لراشد بن علي بن راشد الفهيدة المري. أما المركز الخامس أو المركز الرابع، نعم المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع الجازي لعبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري. المركز الخامس وصلت فيه العنود لعلي بن فاران بن علي بن حمد المري. نتابع وياكم التوقيت الزمني ولحظة وصول فدا إلى خط النهاية، 7:52 4:24 تهانينا لسعد بن عبيد بن راشد آل فهيدة المري. أما المركز الثاني فوصلت فيه الشقة، قطعت المسافة في 7:52 تهانينا والناموس لناصر بالطوير بن ناصر بالمر العامري. أما المركز الثالث فوصلت فيه صوغة، قطعت المسافة 7:54 1:12 جزءا من الثانية تهانينا والناموس لمالك صوغة راشد بن علي بن راشد آل فهيدة المري. تتواصل